صار الخيم بي اي والله راح وخلى نار الخيم بي اي وعندما رجع الامام الحسين محني الضر خرجت سكينة تنادي ابا يا حسين اين عمنا العباس سكنا راح عباس والله راح الغيظ من يرفع الراس من تنشد حسين سكنا علي القوم وتشوف مكسور من عند الظهر سكنا نايد بالدمع عمي وقع وين جاوبني يا ماي النظر يا ابويا يا حسين قالها